نتكلم طبعا هنا عن تداعيات زلزال تركيا وسوريا. للأسف الأرقام بترتفع بشكل كبير للغاية، خاصة بقى مع بداية ضعف الأمل في انتشال بقى مزيد من الأحياء، وإن كان لسه في رضيع طلع بعد 5 أيام، شيء مذهل الحقيقة. ولكن يعني اللي نقدر نقول إنه الارتفاع في حصيلة القتلى والمصابين وصل لمستويات كبيرة للغاية، بتكلم عن أكثر من 26,000 قتيل، 26,000 قتيل وأكثر من 88,000 شخص. فطبعا يعني شيء مؤسف للغاية. عمليات طبعا البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة، ولكن التقديرات طبعا بتشير إلى خسائر خرافية طبعا في كمان من جانب اقتصادي. وعايزين نقول لكم طبعا كان حتى يعني كان في مشهد شفته الصبح، تصوير جوي لمحافظة اسمها محافظة هاتاي. المحافظة دي اتدمرت يعني كأنها مضروبة بقنبلة نووية، هتلاقوها على الانترنت. وبرضو الصور اللي هتشوفوها حضراتكم برضو انهيار عمارات شاهقة وحديثة، يعني العمارة دي هتنهار بعد شوية. طبعا شيء يعني مؤسف للغاية. طبعا في حالة اهتمام غير مسبوقة متهيألي عالميا بطبيعة ما يحدث علميا في تركيا وسوريا. والزلزال ده بيتوقف عنده الخبراء على مستوى العالم بالرصد والتحليل لطبيعة أثاره كمان الجيولوجية المختلفة. لما تسمع أنه بيقول لك دولة تركيا تحركت 3 متر نحو الغرب، عندنا تصدع في الأرض بطول 250 كيلو متر، عندنا يعني حسابات علمية كمان الناس بدأت تضعها في الاعتبار، والدول بتدرس ده دلوقتي بشكل حسيس. لا قدر الله قد يحدث في أي دولة، ما حدش عارف يعني. فخلونا نستقبل مع حضراتكم الدكتور أحمد جابر شديد، أستاذ الجيولوجيا. أهلا بك يا دكتور، منورنا. اهلا بك يا استاذ حسام، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني طبعا المشهد ربنا يعينهم ويكون في عونهم الحقيقه، بندعي لهم وبنصلي لهم وان شاء الله ربنا يرفع عنهم المعاناه. طبعا كارثه انسانيه ومصاب عظيم يعني للبشريه كلها، مش لتركيا وسوريا فقط، ولكن فيها حاله اهتمام غير مسبوقه بالتحليل العلمي لما جرى في تركيا وسوريا. والبعض بيقول ان احنا قدام يعني ظاهرة تستحق الدراسة بشكل دقيق وعلمي ومؤثر للغاية عشان الشعوب كلها تستفيد. حضرتك شايف ازاي التأثير للزلزال بتاع تركيا وسوريا على الصعيد العلمي عالميا، شايفه ازاي؟ خليني في البداية طبعا اشكر حضرتك واشكر قناتك المحترمة ومشاهدينك المحترمين. أشهر. هو زي ما حضرتك قلت، اولا يعني من خلال حضرتك بنتقدم طبعا بخالص العزاء للشعب التركي والشعب السوري وللعالم اجمع حقيقي على هذه الفاجعه اللي زي ما حضرتك قلت في المقدمه وصل يمكن عدد القتلى تخطى حوالي 21,000 في تركيا وحوالي 6,000 في سوريا، اضافه طبعا الى ما يزيد عن او حوالي 90,000 مصاب. طبعا دي فاجعه يعني، لكن خلينا 250 كمان الف نازح في سوريا بس، 250,000 نازح طبعا يعني رقم مرعب. اجمالي المضارين حضرتك من هذا الزلزال بلغ حوالي 20 مليون مواطن، شيء كارثي للغايه يعني، منازلهم وبين هجروا وبين سابوا وبين مفقودين وهكذا، الى بالإضافة إلى ما سيتم اكتشافه مستقبلا. لك حضرتك أن تعرف أن هناك بعض المناطق صعب جدا الوصول إليها حتى لمد يد العون للمضارين. مفهوم طبعا، مفهوم. فبالتأكيد لكن خلينا، لأن الطرق اتدمرت كمان، وإحنا شفنا إحنا عشان كده عايزين نتوقف مع حضرتك علميا، يعني أثار الدمار كبيرة للغاية. إزاي هذا الحجم الهائل من الدمار لاحق؟ خلينا نبسط الامور بشكل بسيط جدا للساده المشاهدين ونسال نفسنا بعض الاسئله كده البسيطه. هو ايه الزلزال؟ الزلزال ده زي الارض عموما، دي اللي احنا عايشين عليها دي عباره عن مجموعه من الطبقات الصخريه. الطبقات الصخريه دي كل مجموعه من الطبقات بتكون ما يسمى بصفيحه. العالم كله ده
عبارة القشرة الأرضية عبارة عن مجموعة صفائح تحت الأرض. هذه الصفائح تكتونية بيسموها بين صح؟ صفائح تكتونية. هذه الصفائح بتتحرك حركة طبعا غير محسوسة. فنتيجة لكده هذه الصفائح وقع أو بتسبب ما يسمى بالإجهاد اللي موجود على سطح الأرض. نتيجة لهذا الإجهاد بتتحرك هذه الصفائح التكتونية، بينتج عن هذه الحركة طاقة. هذه الطاقة بتخرج من باطن الأرض، تتحرك إلى سطح الأرض على شكل موجات اللي احنا بنسميها الموجات الزلزالية، اللي بتتسبب في اهتزاز القشرة الأرضية. الجزء اللي بيحدث عنده هذه الحركة دايما علميا كده بنسميه المركز بتاع الزلزال. الجزء المقابل ليه على سطح الأرض بنسميه البؤرة بتاعة الزلزال. تاريخيا لما بدأت تحصل الزلازل وتكثر وتتكرر، فالعلماء الجيولوجيين قدروا انهم ياخدوا العالم ده كله ويعملوا له خريطة اسمها خريطة مثلا الأحزمة الزلزالية، بحيث ان احنا قدرنا نقسم العالم ده الى مجموعة من الأحزمة او النطاقات الزلزالية. بمعنى ايه؟ ان هذه المناطق هي الاكثر مناطق عرضة للتعرض لحدوث الزلازل. للأسف المنطقة اللي وقع فيها الزلزال، هذه المنطقة حزام زلازل أصلا من زمان يعني، قديما طبعا، لأن تركيا عموما بتقع في منطقة نشاط زلزالي مستمر بشكل مستمر. في نوفمبر 22 حدث زلزال حوالي 6.1 في شمال غرب تركيا. في يناير 20 كان في زلزال أدى لمقتل في التسعينات وطول القرن الماضي وهكذا. فبالتالي تركيا وقع في منطقة علمية، هذه المنطقة هي أكثر المناطق المعرضة لحدوث زي اليابان برضو الزلزال. في حزام برضو زي اليابان بالتأكيد بالتأكيد، لأن هي وقع تركيا فوق ما يسمى بهضبة الأناضول، مع الهضبة الأفريقية، مع الهضبة أو الصفيحة الأفريقية والصفيحة العربية. هذه الصفائح بتتحرك بشكل منطقة لالتقاء الصفائح المختلفة بالتأكيد. هي طيب. حتى تركيا بتقع ما بين آسيا وأوروبا، بالبوسفور بيفصل ما بينهم. بالتأكيد. طب هو الملاحظ ايه؟ الملاحظ ايه في هذا الزلزال الاخير ده؟ الملاحظ الدمار الكبير اللي سببه هذا الزلزال. ليه؟ لان هذا الزلزال للاسف زي ما حضرتك قلت برضو في الانترو، تسبب في حدوث تصدع او ما يسمى بالصدع او الفالق، وصل طوله الى ما يفوق ال 200 كيلومتر. فبالتالي ده نتيجته ايه بقى؟ ده احنا شايفين كده في الصور انه حته بالارض ارتفعت فوق الحته الثانيه، يعني بالتاكيد حتى في الطرق، يعني مش عارف حتى هيتعاملوا مع الموضوع ده بعد كده ازاي من ناحيه بقى الانشاءات والطرق. هو بالتاكيد هو علميا حضرتك الصدوع دي عباره عن ارض بتتحرك قصاد بعضها، يا اما ان بعضها بيهبط الى اسفل، يا اما بعضها بيرتفع الى اعلى نتيجه الضغط بقى. الصفحتين بيخشوا في بعض تحت الضغط، نتيجة التصادم بتاع هذه الصفائح، زي الجبال ما نشأت زمان كده برضو يعني كما أفهم. بالتأكيد هذه الحركة قديما تسببت في حدوث أو في نشأة البحار والمحيطات العملاقة اللي موجودة في الوقت الحالي. خلينا برضو نسأل نفسنا سؤال، هو هل في مناطق ما هيش معرضة لحدوث الزلازل؟ ما نقدرش نقول إن ما لا يوجد مكان على سطح الأرض غير معرض لحدوث الزلازل، ولكن هو بتبقى الفكرة في ايه؟ في شدة الزلزال اللي بيحدث. لان الارض بشكل يومي تتعرض الى حدوث عدد كبير جدا من الزلازل. ولكن الفكرة في ايه؟ شدة الزلزال ده وقوته وعمقه ومدى انتشاره، هو ده اللي بيخلينا نبدأ ان ايه؟ يبقى عندنا احساس او شعور بهذا الحدث. حضرتك يعني لو المقياس العالمي اللي بنقيس عليه الزلازل بشكل عام، زي ما كل السادة المشاهدين عارفين، هو مقياس بنسميه مقياس ريختر. يعني في بعض الزلازل بتحدث بتكون القوة بتاعتها أقل من 2.5 درجة. مفهوم. طب أنا بس في معلومة قبل ما عايز استوقفتني مع حضرتك، يعني هم بيقولوا هيئة الزلازل التركية إنه عدد التوابع من ساعة الزلزال الكبير وصل لأكثر من 1400 تابع. تخيل حضرتك يا فندم 1400 زلزال صغنن غير اللي هم الاساس، فازاي كل الحجم ده؟ بالتاكيد. ليه؟ لان حضرتك لما حدث الزلزال حصل اهتزاز في الارض، لابد من عوده الارض الى مرحله الاستقرار. حتى تعود الارض الى مرحله الاستقرار بتفضل هذه الموجات الزلزاليه تنتقل وتتكرر مره واثنين وثلاثه واربعه، بس كلها
دايما دايما بتكون اقل من شده الزلزال الاساسي. ولذلك لو تابعنا في هذا الزلزال هنلاقي الزلزال الاساسي كان 7 و8، بعد كده حصل واحد تاني كان 7، بعد كده حصل 6 وكذا، بعد كده بدات تتكرر عشرات الزلازل لحد زي ما حضرتك قلت حتى هذه اللحظه وصل عدد التوابع الارتداديه لهذا الزلزال الى ما يفوق ال 1500 هزه ارتداديه حدثت. بس طبعا كلها ده رعب والله العظيم، الناس دي ربنا يكون في عونها، ده رعب شديد. يا رب يا رب يا رب يا رب يا فندم، يا رب ان شاء الله. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا دكتور، نورتنا. عفوا يا فندم، العفو. الدكتور احمد جابر شديد، استاذ الجيولوجيا.